الحقيقة الخبر اليوم هذا على كان السوق السعودي متعطش لفترة طويلة ويعودة العلاقات التجارية مع مملكة تايلاند، وهي لا شك بلد صناعي ويحوي يتميز بأيادي عاملة ماهرة جدا افتقدها الحقيقة السوق السعودي لفترة طويلة، واستبشرنا كثير اليوم الحقيقة بعودة هذه العلاقات لما تحتوي ثقافة العامل التايلندي من الإتقان والمهارة والتفاني في الإبداع في العمل. نعم، بما أنها تملك أيادي مهارة عاملة تايلاند، في أي القطاعات دكتور؟ طبعا القطاع الصناعي اليوم تايلاند قطعت يعني شوط كبير جدا وفاقت نظيرات في الحقيقة جنوب شرق آسيا ويمكن حتى في كل الشرق الآسيوي. اليوم أصبحت يعني تقف الند في صناعة السيارات بالذات، يمكن تجاوزت فوق 2 مليون سيارة سنويا كصناعة. فمجال الصناعي طبعا بشكل أول، مجال الحدادة والنجارة طبعا كانوا مميزين جدا فيه. أضف لك أن أيضا جميع يعني أنواع الصناعات من الصناعات الخفيفة الملبوسات والنسيج وكذا تميزوا فيها، إلى حتى الصناعات الثقيلة كان لهم حظ يعني جيد في تواجدهم.